سي حسن، واش كاين شي رواج على قبل هاد لي كلاص؟ الناس يجيو ياخذوا هاد لي كلاص مع هاد الصيف، ولا كاينه القضيه شويه محك؟ والواحد يقول الحمد لله على كل حال، فهمتي، بنادم القناعه هي كلشي. غير هاد السنين الاخره ماشي بحال السنين الاولى. دابا ملي كان هاد المرض هذا راه الوقت نقصات شويه 100%، والاسعار مرتفعه. دابا كتبغي تشري سلعه تلقاها في السوق غير 24 ساعه تلقاها زايده. والرواج الحمد لله على كل حال، كما قلت لك الواحد يقنع باش ما كان. كان الصيف شويه كيكون احسن من وقت البرد. وثانيا لي بول كان بيهم حنايا بخمسة دراهم الوحده، بحال دابا دو بول ولا تروا بول اللي بغى شي حاجه، ولا نص كيلوات ولا كيلوات. ولكن غير ذاك الاقبال اللي كان في الاول السنوات الاولى ما بقاش. يعني المواد الاولي اللي تيتصايب من هذه الكلاس هذا تما تزادوا حتى هما، ارتفعوا بزاف كاع. كنا كنشريو الكورني بحال هذا الكورني، دابا كنا كنشريوه ب 160 درهم 400 بياسه، ولا دابا 180 درهم 190 درهم. وعاد راه مسائل اخرين بحال دوك السلعه كنا كنجيبو 1000 درهم، بلاصه 1000 درهم ولي كنجيبو 1500 درهم. يعني كل لا كريم كنا كنشدوه ب 15 درهم كذا، ولا دابا ب 25 درهم. راه يعني كلشي ارتفع، والبيع والشراء ناقصه، ما بقاش ديك. يكون غير كان داك الدخل اللي كان في الاول راه ما يهمش. دابا باش ما دخلتي راه كتحيد المصاريف، ولكن دابا راك عارف. المهم البركه هي كلشي. وشكون الفئه اللي تجي عندكم؟ واش الوليدات الصغار ولا الشباب؟ واش الناس الكبار؟ اغلبيه الا كانوا الدراري معطلين بحال هكا تما فين كتكون شويه الحركه، اما الا كانت تسمي كتمشي لقضيه عاديه في العطله شويه كتحرك. دابا في وقت المدرسه نيت ملي كيعطلوا الدراري ولا داك السبت والحد كيكون احسن من ايامات الاخرين. على مستوى الجودة دابا لي كلاص، كاين شي ناس يقول لك الكلاص اللي تيتصايبوا دابا مثلا على مستوى الدار البيضاء ماشي هذيك الجودة الرفيعة، اش تقول لهاد الناس؟ ما بقاش ذاك الجودة اللي كنت كتعرف، فهمتي؟ دابا تنقصات الجودة. دابا أنت مثلا كتبغي تشري حاجة كتلقاها ناقصة، هما عارفين شنو، ما بقاش ديك سميتو المواد اللي كانت في الأول. كتشري مادة كتلقاها هي، دابا كلشي تنقص. إوا يجعل الله خير، الله يدير التوالي الخير للجميع وصافي.